عبد الرحيم شطبي، منسق بنملة خنيفرة، وحنا اليوم في سياق اعطاء الحزب انطلاقة جديدة، انطلاقة اغرس كوموندي. كنظن انه اليوم المغرب عنده مؤهلات كبيرة باش يجعل ان المواطن ترجع له الثقة ديالو الكبيرة في الحزب، احزاب سياسية وخصوصا التجمع الوطني الاحرار. الجهة ديالنا هي جهة معروف لها انها عندها يعني مؤهلات كبيرة جدا في الفلاحة، وحنا عندنا اتصالات كبيرة مع الفلاحين والجمعيات والتعاونيات، واللي كيجعل لنا اننا نكونوا اقرب اليهم للاستجابة للمتطلبات ديالهم، ونجعلهم انهم يفتخروا الانتماء الى حزب اللي غادي يعطيهم منبر اللي يمكن لهم يوصلوا به الانشغالات ديالهم والوصول الى المبتغى اللي بغاه هما وبغاه المغرب ان شاء الله تعالى.